في هذه الجلسة الصباحية للأستاذ عبد اللطيف وعمه. تفضل أستاذ. شكرا. شكرا سيد الرئيس، سيد وزير الاقتصاد والمالية، وضعتم بين أيدينا مشروع قانون المالية في صيغة قيل أنها جديدة مطابقة لقانون التنظيمي، فكان لكم شرف أول وزير تقومون بذلك. سياق هذا المشروع اتفق الجميع على أن يتميز بتوتر سياسي وحتى الحكومي والاختلاف الاختناق الاجتماعي والانتظار الاقتصادي، وما تولد عن ذلك من شعور بضرورة مراجعة النموذج التنموي القائم نحو التركيز على الأولويات الحقيقية التي ينتظرها الشعب وهو المرتبطة بالقطاع الاجتماعي، وهو ما ينتظر إعادة النظر في طريقة بناء مشروع قانون المالية، وهو ما حاولتم أن تقومون به في هندسته وإخراجاته وإبراز بعض المظاهر أو المكامن التي كانت خافية، كما يأتي في ظل ظرفية دولية متأثرة هي الأخرى كذلك. هل يجيب مشروع قانون المالية على هذه التحديات؟ هذا ما سمعنا عنه الكثير من هنا وهناك. وهل يقدم تدابير ملموسة تجاوبا مع الدعوة الملكية من جهة، وتفاعلا مع الأوضاع الاجتماعي المنتري بمزيد من التوتر من جهة أخرى؟ هذا ما ننتظر الجواب عنه. يظهر لنا أن وضع الحكومة في موقعها الحالي لا تتوفر على كل شروط المبادرة والفعل والقدرة على تنفيذ مشروعها كما هي واردة في برنامجها، ليس من باب غياب الإرادة ولا من باب انعدام الشجاعة، ولكن من باب عدم القدرة على القيام بذلك لأسباب لا تتحكم فيها الحكومة نفسها، وهذا ما يتجلى في كيفية معالجتها وتعاملها مع فرق الضغط وعجزها عن مواجهتها، بل لا بد من نفس جديد نفس ديمقراطية جديد لمصلحة البلاد، وهو ما ندعو إليه في حزب التقدم والاشتراكية. وعلى مستوى المعطيات الرقمية للمشروع، فإن نسبة النمو وهي متواضعة كيفما كان الحال مرهون تحقيقها بعوامل أخرى وأحوال السوق العالمية والاضطراب الحاصل في التحكم في المديونية، عجز الحكومة عن ضبط النفقات وعلى البحث عن موارد أخرى وعلى توفير تمويلات إضافية، جواب كذلك ما زلنا ننتظره. وهذا ما يقودنا كذلك إلى التساؤل عن مدى كفاية موارد الميزانية المرصودة في هذا المشروع لمواجهة المتطلبات المستعجلة بشكل ناجع، وبالخصوص المتعلقة منها بالمجال الاجتماعي. سؤال كذلك، صحيح أن المشروع حاول إرساء منظومة اجتماعية أكثر استهدافا وواقعية من خلال إعادة هيكلة سياسة الدعم والحماية الاجتماعية والالتزام بتصحيح الاختلالات التي شملت برنامج المساعدة الطبية ومعالجة الاختلالات المنظومة الصحية ككل، وكذلك بجانب إخراج السجل الاجتماعي الموحد والاهتمام بصندوق التنافس الاجتماعي. فنسجل كذلك بإيجاب خلق عدد لا يستهان به من مناصب التشغيل الجديدة خصوصا في قطاع التعليم، وما يتطلب ذلك من تسريع بالمخطط الوطني للتكوين المهني والتكوين المستمر. إلا أن الطلبات المتزايدة عن الشغل وعن الحاجيات الفعلية لبعض القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم بقيت تزداد، لا نظن أن المشروع سيمكن أن يحيط بها. أما الإصلاح الجبائي فيظهر أن المشروع أجله كذلك، رغم أننا نطالب ومنذ سنوات بالتعجيل بإصلاح جبائي قوي ووضع منظومة استراتيجية لنظامنا الجبائي. ونسجل كذلك الحضور البارز لجائر هاجس الاستثمار في مشروع القانون المالي، لكن تحفيزه يستدعي الكثير من الفعالية والنجاعة. وفي الأخير يحق لنا التساؤل
هل توجهات الحكومة الواردة في مشروع القانون المالية ستمكن المغاربة من أن يعيشوا حياة أفضل؟ وهل الباحثون عن العمل وخريجو الجامعات والعمال والمستخدمون والطلبة والمتقاعدون والفلاحون سيتمكنون من العيش في ظروف أحسن؟ ونتساءل كذلك عن الإجراءات والتدابير المواكبة المتوفرة لدى الحكومة لضمان حسن وسلامة تنفيذ هذا المشروع. وكلنا أمل في أن نلتمس من مشروع قانون المالية تدابير وإجراءات عملية للحد من التأثير السلبي المحتمل لارتفاع الأسعار والتأثير على قدرة الشرائية للمواطنين، وهي قدرة تزداد تدهورا باستمرار في ظل تجدر واستمرار اقتصاد الريع والاحتكار والامتيازات غير مبررة والمخلة بمبدأ المنافسة الشريفة وتكافئ الفرص بجانب ظاهرة الفساد وانتشار الرشوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تآكل منسوب الثقة لدى المواطنين والمواطنات. وإننا لا نشك في أن حكومة جادة نحو الإصلاح ومراجعة الأولويات وجعل القضية الاجتماعية في مقدمتها، وانطلاقا من هذه القناعات فإننا سنصوت بإيجاب على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من موقعي الأغلبية المسؤولة. وشكرا. شكرا.